عام جديد من تميز على مستوى المدرسين ضمن استراتيجية هيئة التميز والإبداع ووزارة التربية التي أطلقت الأولمبيات العلمية للمدرسين بمشاركة 850 مدرساً ومدرسة من جميع المحافظات السورية. هذه المسابقة بالتعاون مع بين وزارة التربية وهيئة التميز والإبداع هي أستطيع أن أقول أنها نؤسس لطريق صحيح للتأصيل للبناء والتنشئة، فلا يمكن أن يكون هناك بناء وتنشئة صحيح إن لم يكن هناك استنادا إلى أسس علمية ومنطقية، خاصة وأن وزارة التربية منذ 4 سنوات وضعت معايير جديدة لاختيار مختلف الكفاءات والإدارات التربوية. وهذه المسابقة أستطيع أن أقول يعني تأخرنا أيضا بها بكل صراحة أقولها، يعني خاصة لابد من أن تكون هناك جهة مختصة كهيئة التميز والإبداع وجهة حيادية أن تقوم بعملية التقييم والتقويم لمختلف الكوادر. هذه المسابقة للعام الثالث على التوالي أتابعها بكل حرفية، لأن مخرجات هذه تساعدنا في تحديد مناهج للجامعة، لذلك لأن مخرجات الجامعة هي مدخلات لوزارة التربية، لذلك نقوم بدراسة نتائج هذه المسابقة من أجل تعميمها على الكليات، من أجل رفع مستوى المناهج وتطويرها بشكل دائم. لاحظنا من بداية انطلاق الأولمبياد العلمي للمدرسين أنه بدأت الأعداد بالتزايد سنة عن سنة، ونحن بالمناسبة الثانية للأولمبياد العلمي للمدرسين، وهي مناسبة للأساتذة لتشجيعهم على التقديم والدخول في هذا الأولمبياد من أجل تطوير عملية التدريس وطرائق التدريس بشكل عام. معادلة التميز ترسم ملامحها بتكامل بين الطالب والمدرس، وهو الهدف الذي من أجله يشارك المدرسون كل عام في الأولمبيات العلمية. هاي التجربة كثير متميزة كونه بتحقق لها سواء المدرس أو الموجه الاطلاع بشكل دائم على الحديث في العلوم بشكل عام، يعني كثير من المعلومات هنا لم ترد على مستوى الجامعة أو مستوى المناهج، فدليل أنه شخص هون بده يبحث بشكل أكبر في النت أو بمراجع أو بده يتابع دوما العلوم، فبتعطي كثير إمكانية بعصف الذهني أو في بعض الأسئلة بتعتمد على التفكير الآني. بتخلي أنه الأستاذ يكون منفتح كثير مع التطور العلمي ويكون يعني معاصر، ما يكون أنه يكون يعني مع الطالب مع الانفتاح العلمي اللي صار هلأ، خصوصاً أنه النت صار يعني متوفر لدى الطلاب بشكل كتير كبير. نحن صرنا بنهاية خدمتنا تقريباً، وهي التجربة عم ننتظرها من زمان، فأنا بالنسبة لي يعني راح ظل شارك بهالتجربة لخلص، يعني تجربة كثير مفيدة وياريت كانت من زمان. يعني قالت مرة أيوة عندي متعة بالمشاركة، أنا بجي بس لحتى أنبسط بالأسئلة والإجابة عليها، فنوع هلأ كل ما عم تصير أوضح وأحلى من الأول، يمكن يعني يمكن لأن أنا تعودت ما بعرف، بس أنا الأسئلة بالنسبة إلي كتير جيدة وممتازة، والمشاركة بذاتها يعني شيء جميل يعني بالنسبة إلنا المدرسين. توسيع المعارف وتدعيم القدرات على مواكبة كل ما هو جديد هدف يحققه الأولمبيات العلمية للمدرسين رغم كل الظروف والتحديات. يؤكد الأولمبيات العلمية للمدرسين في نسخته الجديدة لهذا العام أن التميز والإبداع لا يتوقف على فئة واحدة ولا على عمر محدد، بل كلما اتسعت دائرة العلم ستكون المخرجات أكثر تميزا وإبداعا. للأخبارية السورية من دمشق، سلمى عودي.